استاذ عبد الله بارك الله فيك، خلينا ننتقل مباشرة لما جرى في مجلس النواب، اللي احنا للأمانة احنا شوف بدي اقول لكل المشاهدين، انا لما بنختار ضيوفنا احنا بنختار ابناء الاردن يا اخواني، حتى لو اخترنا اليوم انا ابن مدينة السلط وبعتز، لكن احنا راح يعني كل الرموز الاردنية اللي بنعتز فيهم راح نستضيفهم، ما بنستضيف شخص على اساس الجغرافيا، هذا موضوع محسوم. احنا كنا في الاردن اهل اسرة، لكن لا يمكن استضيف في هذا البرنامج الا الشرفاء، واللي عنده كلام بفنة كلامي أرجو أنه يصارحني أمامكم كلكم. فلما صدفت معالي أبو أنور صدفته لأنه رمز من رموز الأردن، والآن راح نحكي عن مواقف دفع ثمنها لأنه بحب الأردن حب حقيقي. بس الأستاذ عبد الله بدي أحكي لك اللي جرى مجلس النواب، الشيء المخجل يا سيدي هي هذا بدل ندل على شيء، بدل على أول شيء أنه التربية الأساسية لهذا النائب غير يعني مقيمة بالتقييم المضبوط. يعني انا النائب هي 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 نوع من التكريم لانسان ان يخدم، نعم، مش يستعمل البلطجه، نعم، بالعكس هاي بتقل من هيبه مجلس النواب، نعم، ومن هيبه النواب، نعم، ومن نائبنا. يجب ان يكون نائبنا، يعني احنا مرات بنقول الحماية والعشاير، لكن الحماية ما علمتنا هيك، علمتنا الاحترام، نعم، وعلمتنا الادب، نعم، وعلمتنا كيف نتعامل مع الاخرين والا نسيء، نعم، ومن يسيء إلينا، نعم، يجب أن لا نسيء له. صح. الحقيقة أنها يعني